أوكي، لا زلنا بنتحدث عن طرق وتقنيات صبغ وتلوين الخلايا الجرثومية أو البكتيرية، وسبق وتكلمنا عن السيمبل ستيننج وتكلمنا عن الديفرنشال ستيننج. اليوم حناخد آخر نوع من التقنيات دي أو الطرق دي اللي هو السبيشال ستيننج، وبعدها حنشوف مواضيع أخرى. طيب، هنا عندنا مخطط بوضح لنا التايبس اوف ستيننج اللي هو السيمبل ستيننج، وفي النوع ده انا بستخدم صبغه واحده، بستخدم نوع واحد من الاصباغ. وعندنا الديفرنشال ستيننج، وفي النوع ده انا بستخدم اكثر من صبغه. طيب، ركزوا معي في اتجاه الديفرنشال ستيننج، وانا قسمتها من حيث الهدف او الاوبجكتيف الى نوعين. النوع الاول او الغرض الاول تو identification of cells. To identification of cells يعني أنا بتعرف على الخلايا بصورة عامة ككل، مثلا هل الخلايا دي موجبة أو سالبة الجرام، اللي هو جرام بوزيتيف أو جرام نيجاتيف، أو الخلايا دي مثلا صامدة للحمض أو لا، اللي هو الأسيد فاست أو نان أسيد فاست. الغرض أو النوع الثاني اللي هو الـ visualization of structure، وهنا أنا بتعرف وبشوف تركيب الخلية والأجزاء بتاعتها، مثلا زي الكابسولز أو السبورس والحاجات دي. وفي حالة إني أشوف أو أرى التركيب الداخلي للخلايا أو الخارجي أو أي واحدة من عضيات الخلية، بكده أنا بستخدم نوع من أنواع التقنيات دي اللي هو اسمه السبيشال ستيننج. ودي المعلومة اللي أنا عايز أوصلها لكم، وده شغلنا اليوم. طيب، السبيشال ستيننج في علم الأحياء الدقيقة بيعني صبغ وتلوين الخلايا لمعرفة السيلولار استركشر اللي هي البنية الخلوية، ورؤية مكونات الخلية زي السيتوبلازم، الريبوسوم، الكابسول، الفلاجيلوم، والنواة، وطبعا النواة في اليوكاريوتيك سيلز. وممكن يكون في تعريف آخر للسبيشال ستيننج في بقية التخصصات. طيب، الآن واضح في الصورة خلية بكتيرية، وواضح كمان إنها بتحتوي على أورجانيلز أو مكونات زي الكابسول والفلاجيلوم والرايبوسوم. والعضيات دي بتختلف من ناحية المكونات، يعني لكل عضي تركيبته الخاصة. مثال تركيبة الكابسول، زي ما عارفين إنه الكابسول بيحتوي على البيبتايد جلايكان، وبيحتوي على البوليسكرايد والبروتين والأشياء دي. بنفس الفهم، لكل أورجانيلز مكوناته الخاصة، والخصوصية دي بتتطلب أصباغ بمكونات خاصة تتناسب مع تركيبة كل أورجانيلز. ومن هنا جاءت الخصوصية اللي هي السبيشال ستيننج. واختلاف التراكيب دي بينتج عنه اختلاف الخواص الكيميائية والفيزيائية والأيونية. وركزوا معي شديد في كلمة الخاصية الأيونية دي، لأنه حنتكلم عنها. طيب، قبل كده أنا اتكلمت عن استجابة الخلايا للأصباغ، استجابتها أو رفضها للأصباغ، وقلت الميكانيزم ده عنده علاقة بالخاصية الأيونية الخاصة بالاستين، وخاصة بشنو؟ بالخلايا. يعني بيكون في تجاذب أو تنافر، بيكون في قبول للصبغة أو رفض للصبغة اعتمادا على الخاصية الأيونية لكلا الطرفين اللي هو الخلايا والأصباغ. وقلت إنه the process of staining involves ion exchange reaction between the stain and the cells. Ion exchange reaction between the cells and the stain. بمعنى إنه استجابة الخلايا للصبغة بيعتمد على تبادل الأيونات بين الصبغة وبين الخلايا. وقبل شوية اتفقنا إنه كل عضي من عضيات الخلية له تركيبة خاصة وله خاصية أيونية خاصة، عشان كده بيتطلب مننا صبغة خاصة. وعلى حسب علمي المتواضع أو معرفتي المتواضعة،
للآن ما لقيت صبغة بتشتغل في كل مكونات الخلية. فإذا أنتوا لقيتوا يعني صبغة من النوع ده اكتبوها في التعليقات، عشان كده يا جماعة بيتطلب مننا صبغة لكل عضي. أوكي، اليوم حناخد مثال للسبيشال ستيننج، وأنا اخترت لكم الاندوسبور ستيننج، وزي ما عارفين دي مرحلة تكوين الاندوسبور. طيب، عشان نقدر نشوف الاندوسبور في الميكروسكوب بصورة واضحة ونقدر نتعرف عليه بسرعة، لازم نعمل ريفرش لطريقة تكوين الاندوسبور. Spore-forming bacteria grow as vegetative cells and divide by binary fission when nutrients are available and environmental conditions are not adverse. When nutrients are depleted or conditions become adverse, spore formation is initiated. The DNA condenses and aligns itself in the center of the cell. The vegetative cell is now referred to as the mother cell. Next, the DNA divides into two complete copies, and the mother's cell membrane invaginates to form the developing four spore. The mother's cell membrane continues to grow and engulfs the developing spore. The developing spore is now surrounded by two membrane layers. Next, peptidoglycan is laid down between the two membranes of the developing spore to form the cortex. Dipicolenic acid is formed inside the developing spore, and calcium enters from the outside. As calcium enters the spore, water is removed. A protein coat forms exterior to the cortex, and the spore becomes mature. Some spores form an additional layer called the exosporium. A mature spore is resistant to environmental conditions. Finally, lytic enzymes destroy the mother cell and the mature spore is released. طيب نشوف احتياجات ومتطلبات العملي. طيب نشوف طريقة العمل والنتيجة النهائية.
طيب دي النتيجة النهائية تحت الميكروسكوب بالعدسة 100، بيظهر لي الاندوسبور والفري سبورس والفيجيتاتيف سيلز. طيب الفرق شنو بين الاندوسبور والفري سبورس؟ الاندوسبورس من التسمية واضح انها ابواق داخل الخلية لسه ما طلعت من الخلايا، اما لما تطلع وانا اشوفها حرة في السلايد اللي هي بتكون بنسميها الفري سبورس. والفيجيتاتيف سيلز دي الخلايا اللي ما كونت ابواق اللي هي ظهر لي باللون البني. والابواق دي يا جماعه ما شرط تاخد اللون الازرق الفاتح، وقلنا الالوان دي بتعتمد على نوع الصبغه المستخدمه. ده شكل الابواق، وفتكم عافيه والسلام عليكم ورحمه الله.